جئنا هنا اليوم من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من هنا من قطاع غزة، جئنا لنسلط الضوء الإعلامي على قضايا وهموم الأسرى الفلسطينيين، بينهم كبار السن بحاجة إلى كشوفات طبية عاجلة. أمام الخطوات التصعيدية التي ستتخذها الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون الصهيونية، فإننا لا يمكن أن نتركهم لوحدهم يخوضوا هذه المعركة، ونحن نؤكد لهم من خلال برنامج وطني في كل ربوع الوطن والشتات على أننا في معركة واحدة نحن أسرانا داخل السجون الصهيونية، وسنضغط باتجاه تحرير الأسرى كل أسرى من داخل السجون الصهيونية. هذا هو عهدنا لشعبنا ولأسرانا داخل السجون. المسعورة من قبل إدارة مصلحة السجون وبن غفير الذي يتمدد بإرهابه ضارباً عرض الحائط. منذ الأمس هناك أوضاع غير مستقرة داخل السجني نفحة وجلبوع تحديدا، بعد أن أصدرت إدارة السجون الاحتلال وأبلغت الأسرى قرار المدعو بن غفير بتقليص وصول المياه الساخنة للاستحمام للأسرى، وتحديد هذا الأمر بساعات معينة طوال اليوم. هذا الأمر يعتبره الأسرى خطا أحمر تم تجاوزه وتدخلا سافرا في حياتهم اليومية والشخصية، وبالتالي أعلن الأسرى عن البدء ببرنامج الوطني الذي كان معد مسبقا عبر لجنة الطوارئ المركزية للحركة الأسيرة، وبدأوا بتنفيذ هذه الخطوات عبر إغلاق سجن نفحة منذ الصباح وارتداء الأسرى ملابس الأسرى الخاصة والعصيان المدني وتعطيل عملية الفحص الأمني للغرف. هذه الخطوات لن تبقى في سجن نفحة فقط، ستمتد خلال الأيام المقبلة إذا استمر الاحتلال في تنفيذ هذا القرار لتصل إلى باقي السجون، وصولا إلى أن يصل هذا البرنامج الوطني الذي أقرته لجنة الطوارئ إلى ذروته مع بداية شهر رمضان المقبل، حيث سيخوض عدد غير محدود من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وبالتالي تبدأ المواجهة المفتوحة على مصراعيها داخل السجون. وعما ستؤول إليه الأوضاع في السجون بفعل الجرائم الصهيونية في حرمان الأسرى.